سامعني يا عيسى؟ دكتور سامع، كيف أمورك؟ تمام. شو وين البقية؟ وصول طيب، يعطيكم العافية. بس خليني أحكي بعض الملاحظات. إحنا إن شاء الله المحاضرة الجاي في محاضرة حتكون أتكلم عن الامتحان، أوكي؟ بس بدي شغلة منكم اللي هم في عندك استبيان تقييم الطلبة لأداء أعضائها التدريسية، ما حتشوف علامتك أو بالأصح الامتحان عشان تدخل عليه لازم تكون مجاوب. بدي من الكل سواء على منصة الجيو والإم إس ضروري يجاوب على الاستبيان، أوكي؟ طب ما مجاوبين عليه. طيب والله جربوا لي على الجيو والإم إس، ادخل من خلال الجيو والإم إس نفسه ولا بطلب واحد تاني؟ لأنه ما حذرت تحل الامتحان النهائي إلا مجاوب على الاستبيان، فما بدي في الامتحان تضيع وقت. أوكي، واضح الصورة يا عيسى؟ بس تأكد لي اياه من الجي يو ال ام اس مش من التعليم الالكتروني، اوكي؟ هسه لما اكبس عليه بعطيني قدم اجابتك. ومش في خيارين، الاول قدم اجابتك والثاني اجابتك السابقه. طيب لما اكبس على اجابتك، اجابتي موجوده. خلاص موجوده، هذا من الجي يو ال ام اس. لا، الجي يو ال ام اس، لا من ال ام اس العادي. لا، سالي ال ام اس العادي اللي جاوبته انا بدي من قلت لك جي يو ال ام اس. روح لي على منصة الامتحان حتلاقي في المادة أساسا بعرفش تقدر تدخلوا ولا لا. هلا حاليا أظن ما بتقدر تدخلوا. لا هاي دخلت عادي، لسه سمحي لكم. لا ما في. إيش؟ لازم أقدم. أيوة، عشان هيك أنا من هاي الموضوع مرة تانية أعيد الكلام. بدي إجابة استبيان الطلبة الأعضاء التدريسية من خلال موقع الامتحان، مش موقع التعليم الإلكتروني، موقع الامتحان. بدي تجاوب عليها من هناك ضروري قبل يوم الامتحان. يعني الأيام هدول جاوبوهم، كل واحد عنده مواد وفود يجي يقيم الأستاذ وينهي الموضوع، تسلى عليهم اليومين هدول الأسبوع هاد. وضحت الصورة؟ وضحت الصورة؟ وضحت. طيب نرجع على لمادتنا. احنا وصلنا اخر شيء، حكينا عن اللي هي الكومنت والكوميت والرول باك والسيف بوينت، هذا اخر موضوع. وكنت بدي اشرح شيء ثاني بس يعني قررت انه خلاص بستوب لهون. بناخذ كمان مثال، في جهزت لكم هاي مثال هو تبع المره اللي فاتت اذا شايفينه، انه انشانا كرييت لجدول اسمه الكاستمر، بيحتوي على الكاستمر اي دي، النيم، الايج، الادرس والسالري، بعدين ضفت البيانات التالية. هلا الفكرة في السيف بوينت، يعني هلا عادة هلا انتم لما بنشتغل على اللايف سكيل في شوية مشاكل قاعد بيعطي ايرور انه الكلمات محجوزة لهم، بس فعليا شغالين على اوراكل، منزل اوراكل سكيو ال ومشغال الكلام صحيح. تبدأ اول مثلا سويت استعلام عن الجدول هذا اللي عندك، لاحظ اللي هو جدول الكاستمر ولا برجيكية. انا اوريدي دخلت البيانات وعشان ما نضيع وقت، بس خليني اشير لكم اياه. هاي هون ستوب، هاي شير، هاي اللايف اس كيو ال. اوكي، خلينا هاي هاي سوينا سلكت لكل اشي. المؤشر مش موجود. هاي لكل اشي من جدول اللي هو الكاستمر. هاي فاصة منقوطة، نفس البيانات المرة اللي فاتت. هاي رن، لاحظ هاي جدول وهي البيانات الردي موجودة، اللي هو عندك علي، ناصر والأسماء، وهي اللي هي رواتبهم. أوكي، 11,000 و12,000. زود على أول تنين اللي هو علي وناصر. علي راتبه 11,000، ناصر راتبه إيش؟ 12,000. هلا الفكرة بدي أعدل على رواتبهم، على علي وناصر. بدي أخلي علي
لو رقم واحد راتبه 7000 وبدي أخلي، لاحظ، ناصر راتبه 8000، أوكي؟ عندي واحد واثنين، أوكي؟ وبعديها بدي أعطيني مجموع الرواتب، وبدي أجي، لاحظ، بعد أرجع أعدل أحط له لعلي اللي هو رقم واحد، بدي أرجع أحط له 20000. خلينا نأخذ مجموعة الكود ونسوي كومنت ونسوي سيف بوينت ونسوي أي كوبي، أوكي، هاي كلير. طلع معي على التالي، هلا حيعطيني هو ايرور على الكلمات هون، بس هو صحيح. الفكرة انه اوكي، هلا اول اشي عدلت على راتب علي اللي هو رقمه واحد، كان راتبه، بس خليني ادخل زميلك عمر، كان راتبه اذا متذكرين شو كان راتبه في الداتا لما اجيت دخلت له، شو كان راتبه؟ 11000، والثاني ناصر 12000، تذكروا؟ اوكي، بدي اغيرهم ل 7000 وبدي اغيرهم ل 8000. امر ابديت عادي، ابديت كاستمر، وسويت سيف بوينت. ايوه، حتى بدي اغير الاسم، هاي بي بي 1 مثلا، بدي اسميها بوينت 1 او اس بي 1 سيف بوينت 1، وهون بدي اسوي سيف بوينت 2، سيف بوينت 2، اوكي. سيف بوينت 1، اوكي. بعدين عدلت على راتب شو اسمه ناصر اللي رقمه 2، هذا صار 7000 8000. هلا اجيت هون سويت سيف بوينت ثانيه، اي هيثم بس داخل، سويت سيف بوينت ثانية، سويت استعلام، اوكي، استعلام مجموع رواتب السلري عشان يعطيني التوتال جدول كستمر. بعد ما طبعت المجموع قلت له رول باك تو سيف بوينت 1. شو معنى رول باك؟ هلا رول باك، شايفين السيف بوينت 1؟ هاي العمليتين اللي صارت شو هم؟ عملية الابديت والسلكت بتراجع عنها. هلا انا لما تراجع عنها، شو تراجع عنها؟ شو كان راتبه؟ هلا انا عندي كان هلا سيف بوينت 1 يعني لهون. اذا هاي الاصل انه تمت العمليه، فعلي بده يضل 7000، اما ناصر لما غيرت رقمه ل 8000 انا ما بدي، طلع عندي غلط، يعني انا في عندي غلط في ناصر، فانا بدي ارجع ناصر اسوي 20000، اوكي. هلا شو الفكره؟ لما بسوي رول باك تو سيف بوينت 1، يعني كل العمليات من عند الرول باك لكلمه سيف بوينت، هاي العمليات بتراجع عنها، يعني كانها ما صارت، يعني عمليه الابديت على ناصر لم تكن، اوكي، بس العمليه اللي صارت الابديت على علي اللي هو رقمه واحد تمت. خلينا نجي نسوي ران، لاحظ بيجي على اول جمله ابديت نفذها. هلا سيف بوينت اس بي 1 ما قبلهاش هون في اللايف سكيل، بس بالسكيل شغاله، اوكي معي. بعديها سوى ابديت على الثانيه اللي هي لمين؟ مين الثانيه؟ 12000. مين الثاني؟ مين الثاني اللي هو مين؟ ناصر. ايوه ناصر، اوكي. اذا الثاني ناصر عمر أنس الغرغير، أوكي، أنس الغرغير، أوكي، مش أنس، 3 4 5 6، أوكي، مظبوط، أوكي. هلا لما سووا الباك علي تغير 7000، لاحظ ناصر تغير 8000، صار 7 و8. رول باك لغى 8 ورجع عدل إيش مرة تانية وسوى كوميت. يعني لاحظ، لاحظ هون، لاحظ هي لما اعطى المجموع هم، بعدين اعطى ايرور هون على الرول باك لانه مش ماخذها. بعديها هون سوى الابديت ونفذ الجمل. هلا فعليا لما لو تيجي تشوف فعليا
الابديت تبعت ال 8000 لم يتم تنفيذها، ما تم حفظها. يعني حكينا الكومت انه ايش؟ حفظ التعديلات على الداتابيز. عشان هيك دائما لما بشتغل مجموعه امور وبدي خلص اثبت شغلي بقول له كومت، بدي اتراجع عن شيء سويته بقول له رول باك. رول باك بترجعك. هلا بدي اذا بقدر انا اسوي رول باك لاكثر من شغله، يعني مثلا بحط اكثر من سيف بوينت في الكود وانا بشتغل. خلال مثلا باجي اول نهار بقول مثلا اليوم 17 بحط سيف بوينت لتاريخ اليوم 17/1/2021، بشتغل بشتغل بشتغل. بنص النهار باجي بحط سيف بوينت ثاني. هلا باجي للساعه، بعد الساعه 12 اشتغلت ساعه وطلع كل شغلي غلط، برجع للساعه 12 بقول له ايش؟ رول باك للسيف بوينت. لا تبين كل شغل اليوم اللي اشتغلته غلط، بسوي عشان ما اسوي ما ضل ما اضطرش ارجع على الداتابيز اعدل التعديلات اللي انا سويتها، فبستخدم اللي هو الرول باك. هذا الكلام هتلاقيه واضح بالشرح بالتفصيل. روح على موقع اوراكل، هيو شارح لك شو الترانزاكشن اللي هو تي سي ال، اللي هم الكومت والرول باك والسيف بوينت. اوكي، حتى الكومت في كومت مع وورك، كومت لاحظ في انواع منها. الرول باك تقدر تقول له بس رول باك لحالها، اوكي بتراجع عن، او بتقول له رول باك مع سيف مع سيف بوينت، يعني بتقول له رول باك تو. اوكي هاي كمان رول باك تو، تعطي سيف بوينت بتقول له رول باك تو. اوكي يعني هون لاحظ رول باك تو، حتى هاي لاحظ هاي اس بي 2. اوكي هاي رن، لاحظ هو معترض على السيف بوينت. اوكي لاحظ هاي اول سيف بوينت اعترض عليها، ثاني سيف بوينت لاحظ طلع السمري، بعدين رول باك تو. اوكي هاي رول باك تو كمان ايش عليها؟ ايش قاطع عليها؟ ايرور. هو مش ايرور بس بدك تفهم، هدول الصلاحيات مش لاي حدا بيقدر يسويهم، لازم انا في الداتابيز كدي بي اي لازم اعطيك انك تسوي سيف بوينت ورول باك والقصة، فلازم ادخل من خلال اليوزر معاه هاي الصلاحيه. وضحت الصوره؟ اوكي هذا على موقع ايش دقيقه بس طلعنا احنا بس اوكي هاي موقع هون هاي اوراكل. اذا نازل عندك سيف بوينت لاحظ، حتى لاحظ تقدر تقول رول باك تو، تحفظ التغييرات بس تخلص اخر نهار بتسوي ايش؟ كوميت. اوكي هاي بشغل. في كمان موقع هاي اخر اذا كمان بتكلم عنهم لاحظ في البي ال اس كيو ال، من المواضيع اللي هو بتكلم عن الترانزاكشن. الترانزاكشن اللي هم الرول كومنت والرول باك، لو بدك تروح عليهم مباشره هاي ترانزاكشن لاحظ في كومنت رول باك ست ترانزاكشن ستيتمنت، في كمان لوك تيبل ستيتمنت. انا بهموني هذا الموضوع دائما باخذوه بالسكيورتي وباخذ تفاصيله اكثر. واضح الكلام لهون؟ في اي استفسار اي سؤال؟ هلا الى هنا امتحان الفاينل، لعند النقطة هاي امتحان الفاينل. فعشان هيك لو بدي ارجع انا وياك على مواضيعنا اللي اخذناها، انا بدي ارجع مادة الميد داخلة كل المادة هاي. عيسى مواد البرمجة ما بقول اشي داخل اشي مش داخل، يعني كيف بدك تكتب برنامج بي ال سكيور اذا ما حطيت ديكلير وبيجن واند؟ هذول اخذناها في اول محاضرة صح ولا لا؟ تمام. فهي مش مادة اني افصلها عن بعض. هلا انت بدك تعتمد على الفيديوهات اللي شرحناهم كامله، هي واحد. بدك تعتمد على التكست بوكس. هلا التكست بوكس مش كله، في شغلات جبتها من برا التكست بوكس كمان لاحظ. في كمان ورجيتك التوتوريال اذا بنتذكره، هي التوتوريال. اوكي هي المواضيع، انا بتعامل مع مواضيع. اوكي يعني مثلا الانفايرمنت حكينا عنها، الداتا تايب حكينا عنها، الفاريبل، الكونسترينت، الاوبريتر، الكونديشن، اللوب، السترينج، الاري، البروسيجر، الفانكشن، الكيرسر، الريكورد، الاكسبشن، التريجرز، الباكج، الكوليكشن بانواعهم اخذناهم كلهم، والترانزاكشن. اوكي
واضح. هلا في كمان مواضيع في اوبجكت اورينتد كنت بدي ابدا فيه اليوم، بس يعني بعرف انه مطلوب منكم وظائف وتسليمات. اوكي اوكي ف وبتاخذوا ماده اوبجكت اورينتد موجود معنا عندنا في البي ار اس كيو كمان اوبجكت اورينتد. اوكي واضح. طبيعه الامتحان والاسئله بدي اخليهم للمحاضره الجاي كطبيعه امتحان وطبيعه الاسئله، لانه بصراحه لهلا ما كتبت ولا سؤال لسه. ان شاء الله يوم الثلاث برفع علاماتكم من 50. هلا الكل قدم عندي امتحان، وخليني اكون معك صريح، انا رصدتهم على ورق بس لسه بدي اسويهم على الاكسل. اوكي الماده هاي عشان تكونوا بالصوره، امتحانات الميد الاساينمنت، في بعض الناس ما سلموا اساينمنت نهائيا، واحد اثنين، في اثنين ما سلموش نهائيا الكويز، في ناس ما قدمت الكويز اللي هو عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. أوكي هذول ما سلموا الكويز، أنا إن شاء الله بدي أفصلكم إياهم، يعني قديش بدي أرفع جاي جدول إكسل حاطط فيه الميد، حاطط فيه الأسايمنت، وحاطط فيه الكويز. يعني علامة الأسايمنت بتكون من 20، الكويز من 5، والميد بيكون زي ما أنتوا أخذتوها علامتك من اللي هي 25. واضح ان شاء الله. يعني اذا مشيت الامور معي كويسه اليومين الثلاثه بكون رافع لكم اياها، ويوم الثلاث بتكلم عن الامتحان، امتحان واذا في اي سؤال. انا زي ما انتم بتعرفوا امتحاننا حسب المنصه اللي هو بيجي يوم موعد امتحان يوم 27/1، الاربعاء مش هاي اللي بعديها. اوكي الساعه 3 هلا وقت الامتحان ما حضرت تتحدث معي ولا تشغل، يعني الاصل حتى لو عندك امتحان قبله ثلاثة تكون فايت جوا امتحاني، مش ثلاثة قاعد ترفع لي او اشي، او والله بدي لسه ما سلمتش الامتحان الاول وصار معي شيء، بدك تهيئ حالك. انا حكيت مع الدكاترة تمام هسه مش في امتحان امتحانة. دكتور دكتور هسه في الخيارات تبعت الامتحانات في خيار انه مع الدكتور الصلاحية يمدد مدة الامتحان، لن يتم تمديد اي امتحان. يعني هو خلص الدكتور اصر انه اصر انه يدمر. وين تعليم الجامعه؟ تعليم الجامعه حكت انه بيقدروا، تعليم الجامعه هو حبيبي. تعليم الجامعه نفسه حكى بيقدر الدكاتره يمدد الامتحان. تعليمات واضحه، لانه في طالب عشان انت تكون بالصوره، في طالب قاعد بياخذ عندي من الساعه، انا امتحاني الساعه 3، عنده من الواحده من التنتين للثلاث عنده امتحان، كيف بده الدكتورك الثاني يمدد لك الامتحان وانا هو عنده امتحان عندي؟ ما هي هاي الفكره، انتم حاطين قرار في الجامعه انه الدكتور بيقدر يمدد الامتحان، لا وحاطين الامتحان. مش لا انتم معطينا اياها الورقه، مش لا هيها موجوده قدامي، هذا مش لا لك يا خليك تكون بالصوره، كيف بدي امدد لك الامتحان وانا عندي امتحان بعديك مباشره؟ ما هو عشان هيك ليش الامتحانات ورا بعض؟ يعني ما الله ما شافوه بالعقل عرفوه. عشان تكون بالصوره، انا دكاتره حيضعوا الأسئلة إنها تنحل بأقل من ساعة. بالنسبة لمين؟ للدكاترة نفسهم. ما هو الدكتور حبوش حط امتحان الفصل الماضي ينحل بأقل من ساعة، الامتحان بقعد بده بجوز 3 ساعات. حط له 50 دقيقة. عشان تكون بالصورة إلى كل دكتور الله، لن يتجاوز أي دكتور. هاي أنا بضمن لك إياها، هاي ولا إلها دخل من الجامعة، هاي من طيب. الدكتور حبوش. بتواصل معك وبأكد لك على هذا الكلام. أحمد حبوش. خليه بس يروح على الجامعة إن شاء الله، إن شاء الله إن شاء الله بنحكى معه إن شاء الله. عيسى حبيبي خليك معي. هلأ أنا اجتمعت مع الدكاترة بالويكند واتفقنا على أساس إنه الأسئلة لن تتجاوز، يعني شغلك مش اتفقت، وهو الدكتور أحمد حبوش فرض رأيه، هو فرض رأيه كالعادة، ما حدش بيقدر يحكي معه إشي. يا عيسى حبيبي خليك معي شوي، هاي تعليمات رئيسية إن شاء الله عليك. جدول امتحانات إحنا عندي جدول، يعني أنا في طلاب زملائك مخدين قبل امتحان في امتحان، يعني اذا انا الدكتور سماء على افتراض انا بدي افترض من عندك مدد لك الوقت، مش انا ظلمت طالب تاني عنده؟ لا انت ما ظلمت حدا، الدكتور احمد حبوش بس بده الطلاب ينزلوا علامات واطيه. لا 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 مش لا 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 خلصت. انت شفت على عندي يا عيسى هيك؟ والله هي هيك عندي جايبين 25 و20 و24 وعادي بحط يعني علامات. يعني ما هو عشان عندك جايب بده يخسف العلامات مواد ثانيه. دكتور الدكتور مبين ايش بده يعمل، يعني ربنا ما شافوه بالعقل عرفوه. دكتور بلا مؤاخذه على الكلمه، الطالب الطالب بندعس عليه بس تواصل معي على الخاص. انا وياك يا عيسى حبيبي
عشان تكون لا لا طيب. بدي اتواصل على الفاضي دكتور. طب جيت حكيت معك شو على الفاضي؟ على الفاضي ما ولا حستفيد اشي، بس انه حتحكي لي انه خلاص وما في مجال وتحمل. طب هيني بتحمل يا عيسى، هيني بتحمل، بنحكى معاه، بنحكى معاه ساعه بدها تنحل، خذ مني واقل يعني. انا اذا انا دكتور بدي احله بنص ساعه بدي اعطيك ساعه، تخيل لوين انا الامتحان. اذا انا بدي احله بنص ساعه بدي اعطيك ساعه. دكتور دكتور انت ايش قلتها؟ انت قلتها، انت قلتها، انت دكتور، انت احنا طالب طلاب ما عندنا الخبره تبعتكم يا سيدي. ماشي، فانا بقدر انه بده نص ساعه بعطيك ساعه. وصلت الفكره؟ يعني انا بحط 20 مالتيبل شويس. عمي انا دكتور بحكيش عنك، انا اسئلتك دائما 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 صراحه اسئلتك عاديه، بس الفكره دكتور انا مش جايين نصعب عليكم الاسئله ولا بدنا نرسبكم ولا شيء، بس الفكره انا بدي الشخص ما يكون جروبات. انا اكون معك صريح يعني، في طلاب عادي هيها جروبات بحلوا لبعض وبحلوا خمسينات بدهم يخدميات، هذا مستحيل حكي بالطريقه هاي. هاي بينت، هاي هاي انت قلتها بعض بحلوا لبعض. انا بدي اخليك انت تمتحن، بدي اياك ساعه تمتحنها، بس ساعه تحل اسئلتك كامله باريحيتك، مش تحله بربع ساعه و45 دقيقه تحله مع طلاب تانيين. ما انا بحكي بس جمله واحده بحكيها، نوصل اليها. بحكي جمله واحده يعني هاي الجملة. إن شاء الله الفصل الجاي بنشوفكم في الجامعة. حسبي الله ونعم الوكيل فيه، بس غير هيك ما بحكي. اتوكل على الله. ماشي يا عيسى. فزي ما حكيت لكم الأسئلة حتكون خلال يعني خلال ساعة حتكون مخلص ورافع شغلك كامل. لأنه في زميلك عنده امتحان بعد يعني المد، في أحد الطالبات عنده في الشعبة هون كان عنده امتحان قبلي. مباشرة دخلت 3:15 مثلاً. طب 3:15 امتحان كله 45 دقيقة، بعدين حيسكر ما حيديك الامتحان. فبالتالي كل امتحان حيكون عبارة عن ساعة، لن يتجاوز الساعة يعني قبل يعني ساعة إلا خمسة أعطيك. وأنا كحكته بسئلتي حتكون أنت مخلص ساعة إلا خمسة عشان أعطي مجال إذا في طالب يخلص من عنده يدخل الامتحان اللي بعده. وضحت الصورة يا شباب؟ مطلوب منكم تراجع مادتك إذا في أسئلة المحاضرة الجاي. بيتكلم عن طبيعة الأسئلة، هغير في طبيعة الأسئلة عن امتحان المد، يعني ما هيكون كله multiple choice بصراحة. معاي أعطي أسئلة SA، معاي أعطيك أنت تجاوب answer، أعطيك مثلا ممكن أعطيك كود أقول لك أعطيني شو المخرج. أما أنه يكون كله SA multiple choice والجواب قدامك، هغير من السياسة هاي، وحيكون عدد الأسئلة يتناسب مع وقت الامتحان. وصدقا اذا الامتحان بده مني نص ساعه بعطيك ساعه، اعطيك ضعف الكميه. يعني انا اذا بدي احله بده ياخذ معي نص ساعه اعطيك ساعه، على افتراض انك طالب عشان تقدر تحله. واضح؟ سامعيني يا شباب؟ في اسئله؟ اذا الماده برجع بكرر للترانزاكشن، كل اللي اخذناه من اول محاضره للترانزاكشن. لاحظ من المواضيع انت لازم تلقائيا تعرف انه حغطي من كل موضوع فقره. يعني لو جي عديت عدد المواضيع، يعني مثلا لو بتيجي سؤال على السترينج على الاري على البروسيجر على الفانكشن على الكيرسر على الريكورد. واضح؟ يعني لو افترض بدي اكتب لك مالتيبل شويس، على افتراض بدي اكتب لك مالتيبل وبدي 25 مالتيبل شويس، لانه غالبا حتكون السؤال عليه يا علامتين يا علامتين ونص على كل فقره. اذا كتبت لك 25 سؤال نفترض مالتيبل شويس، فبده يكون من المواضيع هاي عد لها 25 موضوع. وضحت الصوره؟ واضح يا شباب؟ هلا اللي اجوا دخلوا متاخرين رجاء ادخل على موقع الامتحانات اللي هو الجي او ام اس، روح جاوب على الاستبيان. هلا موقع الامتحانات حيكون ظاهر لك فقط، لاحظ ايش حيكون ظاهر لك؟ اللي هو شيء اسمه الامتحان النهائي، وهذا ما حيفتح معك الا يوم الامتحان اللي هو 27/1 الساعه 3، وبيسكر الساعه 4. هلا عند حاول ما يكون عندك مشاكل، يعني النت يكون عندك كويس، يكون شاحن النت عشان ما تضطر انه، لانه اي مشكله عليك انه على الساعه 3 حيسكر الامتحان. في عندك الاستبيان زي ما حكيت، شايفين هون الاستبيان هي تحت، ارفع الاستبيان. ايش هاي؟ جاوب على الاستبيان مش بس مادتي، لكل المواد جاوب على الاستبيان. اوكي خليكم معي دقيقه شوي لو سمحتوا.
واضح يا شباب؟ فبدي كل موادك انك تجاوب على الاستبيان عشان تدخل على الامتحان مباشرة. اوكي، في اي استفسار يا شباب؟ اي شيء تواصل معي، وان شاء الله المحاضرة الجاي نتكلم عن الامتحان، بكون يعني جهزت الامتحان وتكلمنا عنه بشكل كامل. في اي استفسار؟ اي سؤال؟ انس، ابراهيم، اشرف، سلام. لا لا، تمام دكتور. علي، عمر، عيسى، غصون، هيثم، هذول المداومين. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. في ناس مش ماخذ اسمهم والله مرتين، يعني خليني بس اتاكد، لان في انس مجدي. نعم دكتور، معك. بس اتاكد، عندي ابراهيم مش حاطه. اوكي، هي موجود عندي. اشرف كمان اوكي، وفي سلام، هذول اللي دخلوا متاخر. علي، علاء الدين موجود، عمر حاط اوكي، عيسى، غصون وعيسى وهيثم. اوكي، في اي استفسار؟ اوكي، نكتفي اليوم، وان شاء الله موعدنا يوم الثلاث، ويعطيكم الف عافيه. دكتور. نعم تفضل. دكتور، بالنسبه للمحاضرات الكليات كلها خلصت الا احنا. يا شو اسمك؟ انس. انس حبيبي، تعليمات لا، أنا بس بسأل، بس أنا بسأل سؤال عادي. تعليمات رئيس الجامعة واضحة لعشرين الشهر. هلا إذا واحد بده يعطي محاضرته مشكلته، بس أنا قصدك تعليمات رئيس الجامعة دكتور أحمد حبوش. نعم، أول شيء سلامتك دكتور. إحنا ملتزمين لعشرين الشهر المحاضرات. هلا الكليات اللي عندها عملي، يعني مختبرات عملي، التمريض، الهندسة، الصيدلة، العلوم، هدول عندهم الأسبوع هذا امتحانات. واضح الفكرة؟ أما الكليات اللي بتعطي على منصة التعليم الإلكتروني، يعني بيجوش على الجامعة، لا، ليوم 20 شهر. وضحت الصورة يا شباب؟ وضحت. اليوم عندنا محاضرة، واللي عندهم معي بكرة عندهم محاضرة ليوم الأربعاء. وجميع الدكاترة بيدخلوا قاعدين وبيعطوه. فقط اللي هو بس كان اتغيب عنكم الدكتور محمود الشقران، لأنه مريض في المستشفى فقط. في أي استفسار؟ أي سؤال يا شباب؟ يعطيكم العافية. الله يعافيك دكتور.